بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل طبيخ بسلة وملوخية ورز. كنت بفرز البسلة من يومين، شكلها مغري جدا جدا بصراحة. فالنهاردة قلنا بقى ايه، نعمل شوية ايه شوية طبيخ كده حلوين. طبعا انا النهاردة هبدأ بالرز. انا دلوقتي حطيت الزبدة اهيت، سمنة لسه جايبها مسيحة جديدة بتاعت السنة دي. الزبدة هسيحها وبعدين احط الشعرية. طبعا تتحمر الشعرية نحط الرز عادي. يعني انا الطبيخ عادة طالما فيه صلصة يبقى رز بشعرية، مبش رز بأي حاجة تانية غير بالشعرية. طبعا انا متعودة الشعرية بحط معاها نص معلقة ملح عشان بتطلع كلها لون واحد. وبعدين بعمل حساب نص المعلقة دي وانا بحط العيد بتاع الرز. فانا دلوقتي هحط لها نص معلقة ملح واقلبها علشان ايه تاخد اللون الذهبي كلها مع بعضيها، وبعدين احط لها الرز. بس هي كلها بدأت ايه، بدأت تاخد اللون بتاعها شوية، بس اغمقها شوية كمان وبحط الرز. طبعا الرز اهوت انا مش بغسله، اقلبه كويس قوي قوي علشان ياخد مادة الدهون بتاعته كلها، يبقى كله متغلف بالزبدة كده. وبعدين احط له العقد بتاعه بتاع المية. زي قلت لكم ده قبل كده، ده رز الضحى ما بغسلهوش. حطيت الملح ما يعادل بقى بالنص معلقة اللي انا حطيتها في الاول خالص. اقلبه حلو واحط له ايه المية بتاعته، اول ما يغلي بنقله على العين الصغيره، احط له شياطه واسيبه بقى ايه مع نفسه لحد ما يستوي جميل. وبعدين نبدا نعمل الطبيخ. انا بحط الميه اهوت، بس انا عندي اهم حاجه في الرز قبل ما اقفل عليه باقل من 10 دقائق كده، بروح حط له زي بتاع نص كوبايه ميه، برشها كده بدورها في قلب الحله كده اهوت. تجيب الحله من اول لاخرها، ما بتخليهوش يلزق ابدا بصرف النظر ان دي حله سيراميك او جرانيت او ايا كان. حتى لو عاملاها في حله المونيا لا يمكن يلزق. لما بعمل حركه نص كوبايه ميه في الاخر خالص وبتاع 5 دقائق 7 دقائق كده وادفع عليه، هتبص تلاقي الارضيه بتاعته طلعت وبقت في منتهى الجمال. انا خلاص اهو خلصته، هغطيه بقى اول ما يغلي انقله بقى ايه على عين الصغير. هسيبه بس يغلي وبعدين اقله على الصغير. بس انا نقلته على العين الصغيره. دلوقتي بقى ايه هنعمل ايه البسله. انا حطيت معلقه زبده كبيره، زبده متسيحه طبعا خلاص. وبعدين احط ايه البصل يتحمر. طبعا البصل ضربه في الكبه عادي، احطه بالحد ايه ما يصفر كده عشان هشوح فيه اللحمه، لان اللحمه هنزلها نيه مش سلقاها، هنزلها نيه بشوحها. وبعدين احط لها الصلصه واسيبها لما تستوي خالص في الصلصه. في الاخر خالص بحط البسله واسيبهم بقى يستوي الاتنين مع بعض. يعني انا ما بسلقش اللحمه عشان الطبيخ يستفيد منها، اما بسلقها والشوربه لوحدها وكده وساعات ما بتشربش وساعات بتترمي فخساره. فانا بحطها كده ايه على بعضها كده اهوت. اول ما بتبدأ البصله حطيت اللحمه اهوت، هقلب بقى اللحمه كويس قوي، تاخد تشويحه مش تحمير، ما بحمرهاش انا بشوحها بس، تاخد من البصله وتاخد من الزبده كده والسمنه ديت. وبعدين ايه احط لها عصير الطماطم اللي انا ضربها. اول ما بتبدأ بقى تتسبك بروح مزودها كوبايه ميه كبيره، وبعدين تغلي حلو. بس لما تبقى اللحمة يعني استوت 3/4 سوا كده بحط البسلة. طبعا انا ما بحطش ملح، انا بحط فلفل اسود بس ما بحطش ملح. الملح بحطه بعد ما بحط البسلة وايه واروح مع يعني ظابطه بقى الملح بتاعها. انا ضربه طماطم في الخلاط ومصفياها عشان الطماطم الايام ديت جلدتها تخينة شوية، فما بتتدرب وما بتبقاش ناعمه قوي بتكون باين القشر بتاعها بيكون باين. فانا ضربها ومصفياها وهحطها ايه وحطيتها عليه. هكمل برضو ايه بقيتها. انا كنت مزودها ميه في الكبه علشان يعني تطحن اكتر من كده. اسيب بقى اللحمه تستوي في الصلصه
لما الاقيها ايه بدأت يعني بقت حلوة، بقت تلات ارباع سوا كده، بروح منزل عليها البسلة، بسلة وجزر طبعا. هقلبها حلوة واغطيها بقى واسيبها ايه مع نفسها شوية كده. هحط ملح في الاخر بعد ما احط البسلة، لما دلوقتي انا هحط لها ايه فلفل اسود بس. حطيت لها الفلفل الاسود بتاعها وهقلبها واغطيها بقى ايه واسيبها، اغطيها واسيبها. الرز استوى، هوت استوى بقى جميل وشارب ميته وجميل ومفلفل جميل جدا. بس لما جيت حطيت نص كوباية الماء اللي بحطها الأخيرة الكاميرا ما جابتهاش. بصوا طبعا ملوش أرضية بصرف النظر عن الحلة، والله حتى لو حلة ألمونيا بيطلع معايا زي الفل زي كده. النص كوباية المية الأخيرة دي عليها عمل كبير قوي في إن الرز بيطلع مفلفل كده. الرز أهو استوى، انا طبعا بختصر في الفيديو عشان مش عايزه اطول عليكم، انما لما بنطبخ طبعا بناخد وقت اكتر من كده بكتير. خلاص هنقله بقى على العين التانية واجيب بقى ايه البسلة مكانه. بس بقى اللحمة خلاص اهيت شوية كده، وحط لها بقى ايه البسلة. انا لقيت البسله على عندي دي بقى هعمل ايه ملوخيه، بس انا هعمل ملوخيه ناشفه. انا دي كان عندي شويه شوربه صغيرين زودتهم، ضربت بصلايه مع طماطمايه وفرمتهم حلو جدا جدا، ورحت حطاهم في الشوربه، وحطيت مكعب ماجي اللي كنت بقلبه دلوقتي ده مكعب ماجي. هحط لها بقى الملح والفلفل، وهي ملوخيه ناشفه النهارده مش ملوخيه خضراء. هسيبها بقى لما تغلي وبعدين احط لها ايه الملوخيه. طبعا الملوخيه جميله ونسفاها كده هو يعني ما فيهاش اي حاجه وناعمه جدا وجميله. ادي البسله اهوت هحطها. خلاص اللحمه انا طلعت حته لقيتها ايه مستويه حلوه، هحط بقى البسله واحط الجزر واحط لهم الملح، لان لحد دلوقتي انا ما حطيتش ملح، واقلبها بقى حلو واسيبها. وبحط لها نص معلقة سكر، نص معلقة سكر بتخليها طعمها مسكر وجميلة. وهي البسلة جميلة لسه طبعا بشايرها، يعني جميلة جدا في السوق بصراحة ومليانة. قبل ما شوية كده بحط لها معلقة صلصة وخلاص. بحط الملح بقى، ده أول مرة نحط لها ملح دلوقتي، لان الملح بيخلي اللحمه تجرمز وما بتستويش بسرعه. هي خلاص قربت تستوي اهيت، بس تتسبك بقى والصلصة بتاعتها دي تقل بقى من كده وتكون اتسبكت حلو، هطفي عليها ان شاء الله لان اللحمة مستوية وجميلة. فاضل بقى ايه شوية الملوخية، طبقين ملوخية كده هعملهم. الملوخية بقى تغلي وبعدين ايه احط الملوخية الناشفة. الملوخية الناشفة جميلة مسكرة قوي وجميلة. خلاص الرز خلص خالص وطفيت عليه خلاص. الملوخية جميلة
هي اخضر من كده بكتير، الكاميرا مش الاضاءه مش مديها اللون الاخضر بتاعها، انما هي خضره وجميله. دي شويه شوربه، زودتها شويه ميه وحطيت لها مكعب ماجي وضرب لها طماطمايه وبصلايه ناعمه جدا زي الميه في الكبه، وحطيتهم عليها على بس ما تاخد غلوه كده، ما بغطيهاش طبعا، تاخد غلوه حلوه، وبعدين اعمل لها التوم بتاعها. اهو انا حطيت الزبده، مش الزبده، هي سمنه متسيحه، يعني زبده مسيحه، وطبعا التوم متفرز فمجمد شويه، عاده بطلعه قبلها بشويه بيفك على طول، لكن هو اول ما بيشم النار بيفك، يعني ده عندي من السنه اللي فاتت. اول بقى ما تبدا تاخد التحمير بتاعها، احط لها الكزبره الناشفه، وبعدين ايه احطها على الملوخيه، ويبقى كده الاكل خلص الحمد لله النهارده. ونبدا نغرب بقى ان شاء الله، قلنا تغيير شويه من المحاشي والحاجات اللي احنا عمالين نعملها كل يوم، بقالنا كتير جدا ما عملناش طبيخ. خلاص هي بدات هتاخد اللون بتاعها، احط لها بقى الكزبره، اول ما يتحمروا الاتنين اروح حطهم على الملوخيه. طبعا اكله سهله وجميله، وكلنا بنعمل الاكله دي في البيت، هي كل يوم ناكل ايه ناكل ايه، واللي بيطلع في دماغنا بنعمله وخلاص. حطيت الكزبرة الناشفة، أجمل حاجة في التوابل الكزبرة الناشفة دي، ريحتها جميلة جدا. بس تاخد الاحمرار شوية ونحطها ايه، نطش بقى بيها الملوخية. خلاص كده خلاص خلصنا، حطيتها بقى على الملوخية، بس تاخد شبه غلوة، شبه غلوة بس، وبطفي عليها على طول بعد ما احط لها التومة، تاخد شبه غلوة كده واطفي عليها. خلاص احنا كده خلصنا الاكل تقريبا، هطفي بقى على كله وبعدين نغرب بقى. خلاص كده البسلة خلاص هي بقت جميلة، هي واستوت، هي بدأت حتى سمنتها تظهر شوية كده على الوش، سبكت حلو. خلاص كده هنغرب بقى إن شاء الله. حط بقى البسلة نغرفها، جميلة البسلة لو هي بشاير كده بتبقى طرية وجميلة ومسكرة، مسكرة جدا. خلاص غرفنا اهوت الملوخية، بس الإضاءة صعبة شوية، والبسلة، وعملين طبق سلطة، وهنغرف بقى الرز، ونطلع مخلل اللي هو اللفت اللي احنا عاملينه دوت. وبألف هنا وشفا للجميع يا رب، الرز جميل، فلفل وجميل.
كده الحمد لله اكلتنا خلصت النهارده باذن الله، واتمنى ان شاء الله تعجبكم، واتمنى تشوفوا ان شاء الله نشوف بعض فيديو جديد باذن الله. الارز دهوت والبسله هيت والملوخيه والسلطه والحمد لله. نحط بقى شويه مخلل اللفت من اللي احنا مخللينه، وطبعا استوى وجميل وقرب يخلص كمان، وبألف هنا وشفا للي شاف واللي هياكل واللي هيطبق ان شاء الله ان شاء الله. يا رب الاكل يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.